كنتم منطلقة على حضراتكم هذا الشوط، الشوطنا الأول للهية الجعدان، ضمن هذه الشارة المقدمة من أيضا رجل المكارم والعطاء، رجل دعم هذا الميدان وبهذه الجوائز المميزة هناك على أرضية هذا الميدان وفي هذا الموسم ونسوى المواسم اللي مضت، هو الفاضل أيضا سعادة العضو مجلس البلدي سالم بن محمد الماركي، باسمي وباسم ملاك الهجن شاكرين هذا الدعم الكبير الذي هنا تحث لرياضة الآباء والأجداد. محواري هذا الشوط رعد مع المركز الأول حمد بن حمود العويسي، مع المركز الأول اللي ينطلق مع الصدارة، المركز الثاني هناك الفارس عبي بن العبد الحجري على المركز الثاني، أما في المركز الثالث هناك هملول ناصر بن عامر القفيلي اللي ينطلق مع المركز الأول. أعود إلى الفارس، الفارس هو هناك رعد مع المركز الأول، رعد مع الصدارة أيضا حمد بن حمود العويسي، الفارس القادم رعد ما زال في الصدارة في المركز الأول، الثنائي الجميل الثنائي الرائع الفارس رعد ما زال في الصدارة، الفارس هو صاحب هذا الشوط. بأيضا هذا الشوط تهانينا والناموس لمالك رعد حمد بن حمود العويسي اللي حصل على المركز الأول، المركز الثاني الفارس عبيد بن العبد الحجري بفارق بسيط، توقيتنا الزمني 1:40 68 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني.